رجعنا لكم مره تانية مشاهدي عسل ابيض، والنهارده طبعا اليوم العالمي لمناهضه ختان الاناث، وكان معانا في وستيل معانا في استوديو عسل ابيض دكتور مجدي حلمي والاستاذه منال خطاب. برجع لكم مره تانية، وكان عندي سؤال مهم جدا. احنا اتكلمنا انه كان في قوانين، وقوانين رضاعه بقت دلوقتي موجوده، لكن هل احنا ستيل محتاجين لقوانين اضافيه رضاعه اكتر لمن تسول نفسه انه يقوم بجريمه دي ضد اي بنت صغيره؟ حضرتك قلتي الكلام دوت. انا لو رجعنا ل 2008 بالقانون، الماده 242 واثنين مكرر، واثنين 242 مكرر الف، تخيلي كانت دي جنحه، كانت ختان الاناث يعد جنحه، وكان لما تيجي يفسر الماده بيقول لك ان هو ضرب او جرح افضى الى ضرب او جرح افضى الى موت، افضى لا افضى الى افضى الى عجز لمده 20 يوم. لو ادى الى عجز لمده 20 يوم هي دي تعتبر الجنحه. تمام. فانت النهارده لما تيجي تقولي من 5 سنين لسبع سنين ده قانون عادل جدا، ولكن عندنا مشكله التطبيق. لما يجي النهارده وزاره الصحه، مع احترامي للمجهودات اللي هي بتقوم بيها، ليه ما يتعملش قائمه سوداء وتتعمل وزاره الصحه عارفه مين العيادات اللي بتقوم بيها هذه المخالفه الصريحه لدى مفتشي الصحة؟ طب لما هم عارفين ما تتعملش يا أستاذة منال، ليه ما بيقوموش بقفل أو تشميع العيادات دي وشطب دكاترة؟ ما هو ده اللي بنطالب بيه المجتمع، أن هو يقوم بدور فاعل لتنفيذ هذه العقوبة. إحنا مشكلتنا في مصر في قانون بس ما فيش تطبيق، ما فيش رقابة. طب دكتور مجدي، حضرتك كنت عايز تقول حاجه مهمه جدا في موضوع انه احنا محتاجين لقوانين اضافيه. احنا مش محتاجين قانون، القانون موجود وتغلظت العقوبه واصبحت جنايه بدل جنحه، وانضاف ماده جديده بتجرم كمان الاهل في جنحه انه اذا قدموا البنت خلال. احنا مشكلتنا دلوقتي او اللي احنا محتاجينه دلوقتي هو تفعيل القانون، وعشان قصه تفعيل القانون هي في بعض الاجراءات المهمه لازم نذكرها عشان نفعل القانون. محتاجين المنظومه المسؤوله عن تنفيذ القانون كلها تبقى واعيه ومتحمسه. طب هو ايه العجز او ايه الثغره اللي مخليه الدوله او مخليه انه في يعني جاب او فراغ ما بين انه تنفيذ القانون ووجود القانون؟ بس في ثغرات من الثغرات. اولا الثغره الاولانيه هو انه الاهل ما بيبلغوش، الاهل مشاركين في الجريمه، هيبلغوا ازاي عن الجريمه؟ هم اللي ساعوا ليها. دي نمره واحد. نمره اثنين، بعض وكلاء النيابه، بعض اللي عاملين في جهاز الشرطه متعاطفين، بعض القضاه نفسهم متعاطفين مع الاسره، عرف وبياخدوا القضيه بسلاسه. وبناء عليه مشكور سياده النائب العام المستشار نبيل صادق، في نهاية 2016 أصدر كتاب دوري لكل وكلاء النيابة العامة في كل محافظات مصر أنهم يهتموا بقضية ختان الإناث، وياخدوا الموضوع ده بجدية، يطلبوا التحريات الكافية عشان تتوصف هذه القضية بشكل جيد. النقطة الثانية، قريبا جدا في أكتوبر 2017 أصدر وزير الصحة أستاذ دكتور أحمد عماد الدين راضي كتاب دوري موجه لكل الوحدات والمراكز والمستشفيات الصحيه في مصر، ويحتوي الحقيقه على نقاط مهمه جدا. نمره واحد، انه لازم يتم ابلاغ الشرطه عن اي حاله يشتبه انها ختان تصل لمستشفى او وحده صحيه او مركز. نمره اثنين، انه يتعلق القانون اللي بيجرم ختان الناس في كل المراكز والوحدات الصحيه، انه يدمج في جميع المناهج وجميع الدورات التدريبيه للممرضات للرائدات للاطباء تجريم الختان والعواقب والاثار السلبيه للختان. مش حاجه يعني الناس ممكن توافقها. طيب استاذه منال، عايزه اعرف من حضرتك دلوقتي، لكل اب وام بيتفرجوا علينا دلوقتي، تحبي تقولي لهم ايه لو الاب والام دول بيفكروا ان هم فعلا يعملوا الجريمه دي لبناتهم؟ حضرتك في بعض الرسالات كده عايزين نطلقها في المجتمع، خاصه النهارده اليوم العالمي. احنا مش عايزينه يبقى يوم واحد الحقيقه، احنا عايزينها تبقى طول قضيه قدام عينينا. وعايزين كمان حضرتك ان نوصل ازاي، نوصل للامهات اللي هي اللي عندهاش وعي. انا مش بدرك ده تحت المتعلمه وغير المتعلمه، انا بدركها تحت الوعي. فالنهارده احنا عندنا جهود كتير جدا لازم نستثمرها. عندك الجمعيات الأهلية، في بعض الجمعيات الأهلية بتقوم بالبرنامج ده وبالتنسيق برضو مع الجهود المبذولة، لكن احنا عايزين نبقى لما نيجي نحط قضية يبقى كل المجتمع يقوم بيها في وقت واحد. ايوه بس حضرتك دلوقتي بتقولي ان احنا محتاجين لوعي، مظبوط صح؟ الوعي هيتم من خلال في غياب ثقافي اصلا. ما هو من خلال يعني ما احنا عايزين نقول من خلال ايه الوعي؟ ما هو الوعي ده هيتم من خلال ايه؟ اولا الاعلام لازم يلقي الضوء من خلال الدراما.
الدراما المصريه هي اللغه السحريه للفئات والقوه السحريه. الست المصريه بتتاثر جدا بالدراما المصريه. احنا عايزينها من خلال المؤثرات ومن خلال الفنانين وقوة سياسيه نعمل سيادتك قلت عليها كده نوصل لكل ام جوه بيتها. صح. بيكون بود بالرساله والديه. مشهور في رمضان من كام سنه عن الادمان، فطبعا شفتي حضرتك القضايا بتاعتنا بقت بعيده جدا عن الدراما. القضايا الحقيقيه في مجتمعنا بقت بعيده جدا عن الدراما. المفروض الدراما والمفروض ممثلاتنا الحلوين ان هم فعلا يقوموا بشكل وبشكل كمان فيه مصداقيه، ما فيهوش اي نوع من التطاول او التجريح، لانها قضيه حساسه جدا وقضيه فيها نوع من التعتيم. صحيح. فيها نوع من التعتيم. ايضا احنا قلنا التعليم وقلنا الشباب، الشباب عليه دور كبير جدا ان هو الجيل القادم اللي احنا بنرمي عليه المسؤوليه، انك انت هل انت عندك استعداد لتلقي الفكر الصحيح؟ هل انت عارف يعني ايه قضيه زي دي؟ انت كمان تشاركنا بقى فيها. وكمان زي ما قلت لحضرتك ان الشباب ده راجل وست، انا مش بتكلم على الست بس، البنت كمان لازم افهمها دور ايه جسمها، دور النظافه الشخصيه، هل ده بيتم في المدارس؟ ما بيتمش في المدارس. يبقى اذا احنا عايزين ندمج ثقافات مجتمعية معينة في التعليم وخاصة في مدارس البنات ومدارس الشباب. فدي حاجة. تاني حاجة حضرتك احنا برضو زي ما قلت حضرتك المؤسسات المجتمع المدني بتخش جوه كل بيت، مش عايزين كان مجموعة من الجمعيات، عايزين كل الجمعيات تدرك ليها برنامج مبسط بسيط جدا تخبط على كل بيت، خاصة في الفئات الكرة والصعيد، دول مرحب بيهم الفئات الناس دي والتوعية. وفين الزائرة الصحية؟ فين كانوا بنقول عليها ايام المدارس عندنا اللي هي الاخصائيه الاجتماعيه؟ ما بقتش عايزين الناس دي بتتكلم مع البنت بتفهمها. أيوة. عندها مشكله نفسيه، عندها دي كمان حاجه. كمان حاجه حضرتك ان اي حاجه بيتم تجريس احنا عايزين نجرس. أوكي. نجرس الدكتور اللي قام بده، انت مش مسؤول ولا انت ده دورك انك انت تقوم بجريمه مجتمعيه لا الام لوحدها. صح. الاعلام ونشر ثقافه ووعي عند وزاره الصحه يا فندم لو عملت نشر سودا المجتمع المدني اكثر، لانه خبر يعني مهم جدا. يعني ومعلومه مهمه جدا. في المسرح الصحي السكاني 2005 2008 2014 قالوا كل الستات انه التلفزيون يظل هو المصدر الرئيسي للمعلومات في القضايا اللي زي ختان الإناث. الحقيقه اتفاجئنا انه يمكن حتى في 2014 عالي شويه الحوار المجتمعي، لكن ظل التلفزيون هو المصدر الرئيسي للمعلومات. صح. يمكن يعني احد لا يعني انا عايزه اقول انه ما زالت مكافحه ومواجهه ختان الاناث في مصر مستمره. انا عايزه زي ما استاذه منال قالت انه ما يبقاش يوم واحد طول الوقت نكون بنتكلم فيه دراما منافذ الثقافيه في مصر. كنت اتمنى انه معرض الكتاب يكون فيه يعني مجموعه من الكتب اللي بتتكلم عن ده في التلفزيون، وننوه لمجموعه من الرسائل الاعلاميه المهمه جدا والرسائل البسيطه جدا المهمه جدا الاعلام يساعدنا في تبنيها. بشكركم جدا. شكرا جدا الف شكر. ولسه مكملين معاكم عسل ابيض، وبعد الفاصل هنتعرف على الاضرار النفسيه والجسديه اللي بتتعرض ليها البنات بعد الختان. استنونا.